السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا أعضاء وزوار قناة أسعار السيارات باليوتيوب. رجعنا لكم اليوم، بدينا إن شاء الله بتصوير معرض النسيم. التاريخ اليوم 27 شوال. كم تاريخ 27 شوال؟ 27 شوال. في إكسار معرض وليد، طبعا في إكسار قطري، هذا وارد قطر، جلد سعره ب269. المواصفات فيه شاشة ملاحة واربع كاميرات ونظام تكييف ونظام زحف وتبريد مراتب وثلاجة مفصولة، حساسات أمامية وخلفية، ثمان رباقات، تحكم بالأنوار ومرايا كهرب وبلوتوث، أنوار أمامية LED ونظام الانعطاف. بعد سعره ب269,000. أربع كاميرات، يعتبر السعر مناسب. مواصفات قطر، طبعا معروف مواصفات قطر، ما في اي اضافات ولا اي لخبطة. ثلاث تخزين راتب، عندك هنا كرسي كهرب، وعندك هنا تثبيت هذا النور، ثلاث مساحات حق الانوار، وهذا تسكير حق الرباقات، وهذه الحساسات، وصفت مرايا، هذا التحكم بالشاشة، وهذا تحكم شاشة المعلومات اللي بالنص بدون شنطة كهرب طبعا، وهذا الزر اللي فوق حق أربع كاميرات، الشاشة الأساسية حق الفيكسار، وعندك هنا تبريد مراتب، تبريد المراتب، وهذا الدبر الثقيل، وهذا كرو سيستم، وهذا اللي شغل كرو سيستم، وهذا حق الانعطاف دبر خفيف، هذا يسكر تراكشن ومانع انزلاق، والتو اند يقوم الجير باثنين، والباور حشر النمرة. ما في شاحن وايرلس، بدون شاحن وايرلس. التخشيب فاتح، تحكم المكيف هنا إلكتروني، هذا السقف بدون شاشات، طبعا جنط 18. الفيكسار قطر يجي نوعين، مخمل وجلد، هذا جلد، وفي عندهم الفي اكسس يجي فئتين بعد، في شيء رادار بدون رادار، هذا فيكسار بدون زوايد بدون اي شيء وبدون هيدروليك، بدون سله بدون جناح. في ناس يرغبون المواصفات اللي زي كذا، طبعا مبيوع الموتر. ب269. في فتحة اليو اس بي، مثبت سرعة لها. أربع حساسات وراء،